الشباب والرياضه والدوله كمان النهارده بيزول الهمم ما بنتاخرش عندهم. في انا عندي حتى الدوله النهارده في مركزين لزول الهمم في مركز الشباب في مدينه فاقوس ومركز شباب السادات في الزقازيق، بالاضافه لمكتب الاعاقه داخل مديريه الشباب والرياضه وانا مشرف عليه النهارده. بنشارك النهارده حضرتك لو شفت الاعمال اللي الاعمال الفنيه والرسومات وعلى العجلد لزول الهمم. النهارده عندنا بطله رحاب بطلة العالم في رفع الأثقال النهارده، هي وإن شاء الله هتكرم ومع الوزير المحافظ بيكرمها ووزارة الشباب والرياضة بيكرمها. كل الأنشطة موجودة، الدولة ما بتديش بتميل لناحية على ناحية، لا 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 لا، حتى كبار السن المشروع القومي للعمالقة عند كبار السن النهارده، حتى الناشئين أنا عندي المشروع القومي للناشئين، وأعتقد كان في ولاد النهارده عندي 4 ميداليات ذهب في كانوا في الفجيره واحنا قابلتهم في مطار القاهره. عندي النهارده كل الانشطه موجوده، يعني كل الانشطه موجوده داخل مراكز الشباب. حضرتك لو تفقدت مركز شباب ابو كبير النهارده في ملعب قانوني، في مكتبه عظيمه، في قاعه اجتماعات، في ملعب خماسي تاني، في صاله حديد، في يعني في مكتبه، ادي نموذج. في ولسه النهارده هيتعمل فيه حمام سباحه، وفي تطوير على طول باستمرار، في تطوير داخل في فندق النهارده، داخل في فندق النهارده لاقامه اللاعبين. فالنهارده الدوله ما بتبخلش، بس احنا بنقول بقى للشباب ايدي في ايدك. والنهارده مع التربيه والتعليم، يعني انا حتى كمان مع التربيه والتعليم بنقدم خدمات داخل التربيه والتعليم، والتربيه والتعليم شريك معايا، انا النهارده شريك مع الازهر الشريف، مع مديريه الاوقاف، مع التربيه والتعليم، مع الجامعه، في بروتوكول بيننا وبين جامعه الزقازيق النهارده، بننفذ في جامعه الزقازيق النهارده. عمل عندنا حتى التوعيه في حملات التبرع بالدم بنقيم بيها مديريه الشباب والرياضه داخل محافظه الشرقيه. ففضل الله انشطه كتير، لو اتكلمنا على الانشطه داخل مراكز الشباب المجال يعني عاوزين وقت كبير. احنا النهارده بندرب الشاب ازاي يبقى برلماني، بندرب الشاب النهارده ازاي يبقى في التنميه المحليه، في الانتخابات اذا كان في انتخابات قادمه لمجالس المحليه، احنا بدربنا الشباب على كل الامور دي. فالنهارده بنقول ايه؟ انتوا اكثر حظا مننا يا شباب، يعني الشباب النهارده اكثر حظ مننا باللي ما تقدمه الدوله في الوقت الحالي. الدوله ما نقولش زمان لا، بس ما تقدمه الدوله في الوقت الحالي اكثر حظ من اي واحد النهارده. عندنا النهارده لما يبقى المشروع القومي للناشئين والدوله النهارده تسفر الشباب من المشروع للامارات، اعتقد دي حاجه جميله. النهارده لسه عندي ولد النهارده من اسبوع واخد البطوله الذهبيه في الملاكمه في من ضمن المشروع القومي للناشئين في بورسعيد، مقامه في بورسعيد. انا عندي المشروع القومي للناشئين ابطال الجودو، واعتقد النهارده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي تابعهم بنفسه، والحمد لله رب العالمين، لاننا نختار المدرب المحترم اللي هو امين على اولادنا. مركز شباب وكبير احد المراكز الشباب على مستوى الجمهورية اللي بيقدم خدمات للشباب بجميع الفئات العمرية، يعني من الطلائع للشباب لكبار السن. فعندنا خدمات وأنشطة عبارة عن أنشطة فنية في الغناء والمسرح والأنشطة الأشغالات الفنية واليدوية، وبنطلع مسابقات على مستوى محافظة الشرقية ومستوى الجمهورية، وعندنا هنا مواهب في الشعر في الأدب وأنشطة ثقافية وزجل ومسرحيات وأنشطة رياضية وأنشطة اجتماعية وكشفية. أهم حاجة اللي احنا بنعرض خدماتنا عن طريق وسائل الاتصال زي الإنترنت، الإعلان عن طريق في المدينة هنا، عن طريق الموقع هنا المركز. فبيجي الشاب أو الطليع بتقدم هنا عشان فطبعاً هنا مشرفي أنشطة بيعرفوا الشاب أو الطليع عن المجال اللي هو هيدخل فيه، يعني عبارة عن إيه، نوع المسابقة إيه اللي هيدخل فيها. فبيتقدم وطبعاً بنعمل اختبارات لأحسن شاب يفوز هنا، وطبعا بندي جوائز وبنعلن عن رحلات هنا، مكافئات مالية، جوائز عينية. فبنشجع الشباب والطلاب اللي هو بيقضي يعني وقت الفراغ بتاعه بطريقة مفيدة وبتخدم الشباب، وبيبقى فيه يعني هنا حاجات اللي هي بتنفع الشاب بالنسبة لو بيمارس أي نوع من نوع الهواية بتاعته، مسابقات دينية، حفظ قرآن كريم، إنشاد ديني، حفلات دينية.
فكل حاجه بيجي يلاقيها هنا، مركز متكامل بجميع الانشطه ان كانت اجتماعيه او ثقافيه وفنيه رياضيه. المركز للبراعم، انا بيدخل لي 1000 برعم في الصيف، في اليوم في حاره الصيف عملنا منهم دوري، خدنا منهم فرقه وعملنا دوري قطاعات، وصلنا بيها للدرجه الاولى والثانيه وبعدين الثالثه وبعدين الاولى بالتدريج، يعني ثالثه ثانيه اولى، ولعبنا فيها على مستوى الجمهوريه، كان معانا الاولمبي وكان معانا الام بي وكان معانا طلائع الجيش، الفرقه اللي بتلعب كلها درجه اولى دلوقتي، دوري ممتاز دلوقتي. احنا هنا بننمي البراعم والامكانيات كلها موجوده، في كور، عندنا كور وعندنا كل الادوات المطلوبه للشباب يعني، واحنا هنا بننمي وعندنا لعيبه كثيره راحت انديه الاهلي والزمالك ودول طالع الجيش واليوم وامبي، واحنا بنصدر لعيبه للفرق الكبيره الثانيه يعني في المركز. هنا عندنا هنا كمال اجسام واخدين بطولات، عندنا هنا سله، عندنا هنا صاله جيمنازيوم على اعلى مستوى، وعندنا هنا نزل لمركز الشباب، يعني مركز شباب في المدن النزل، والنزل دي على اعلى مستوى، لو حضرتك هتروح اتصورت فيها على اعلى مستوى موجوده في المحافظه. يعني حاجه حبيتها في مركز الشباب هنا هي المكتبه، عندنا مشرفين بيشجعونا جدا، باجي اقرا كتب عشان بحب اخش مسابقات معلومات عامه كتير يعني، فهي الكتب اكتر حاجه بتديني معلومات، والمشرفين بيساعدوني وبيخلوني، الاستاذ سمر والاستاذه بسمه بيساعدوني اختار كتب ازاي واطلع منها معلومات، فبعتمد منها على المسابقات، ودخلت هنا كذا مسابقه وخدت فيها مركز اول، وبيدونا جوائز قيمه بيشجعونا فيها على ان احنا نقرا ونتثقف اكتر، وانا دلوقتي بقرا روايه اسمها عوده الروح للكاتب المصري العظيم توفيق الحكيم، هو اصلا كاتب في الاصل مسرحي، هو انتهى من كتابه الروايه دي سنه 1927، كان طالب في فرنسا بس نشرها، اتنشرت سنه 1933. مركز ابو كبير هو مركز خدمي، في بعض الشخصيات موجوده فيه بتحاول ان هي تكون قائمه على دمج كل الشخصيات او الناس العامه بصفه عامه مش بصفه خاصه، ان احنا نكون قادرين على اسعاد الناس، ودايما بنحاول نحل مشاكلهم او نكون دايما معاهم في كل وقت سواء غني او فقير، دايما بنحاول ان احنا نكون مجمعين في حاله واحده، مش يبقى في تفرقه عنصريه بين شخص او شخص، فبنحاول دايما ان احنا نسعدهم، وبنحاول دايما ان احنا نكون قادرين على ان احنا نقدم خدمه مجتمعيه للشعب تماما مش بصفه خاصه. هو فعلا المستقبل، وان يعني احنا بيسمونا او احنا بنسمي اوروبا البلد العجوز، لان هي لا تملك الثروه البشريه، مفيش شباب عندهم، واحنا بسم الله ما شاء الله يمكن حوالي 60% من التركيب العمري للمواطن المصري من الشباب. طبعا الدوله بتدي اهتمام وبتكرس كل اهتمامها للشباب، وبتدي دور كبير للمراه، لان مش هيبقى في تنمية حقيقية ولا يمكن هنستغل موارد الدولة استغلال جيد إلا بسواعد أبنائها، وإن القادر دايما على العمل هو الشباب. يعني ممكن الناس المتقدمة في السن طبعا لا غنى عنهم، ليهم دور كبير اللي هو الخبرة والتثقيف والوعي، ولكن الشباب هو اللي هيقوم بعد كده بالرسالة الأهم اللي هو المحافظة على الإنجاز،
وزيادة فيه. فإحنا النهاردة إحنا بنتمنى إن إحنا نكون مدركين إن المرحلة دي مرحلة خطيرة جدا جدا جدا.